بس رمضان ما رمضان يا التقييم يقول بعد بكرة القرار شافه إلى إذا يمكن يسوونه بعد ولا عقبه يقول لك سبق أخبار عن رؤية الهلال في الرياض والقصيم وبانتظار الإعلام يعني يا بعد إيش ترى كنت مرسالة شو يقول؟ يقول مجلس القضاء الأعلى يبارك للمسلمين بدخول شهر رمضان. يلا من فضلك، رمضان واجب للطاعة والعبادة والقيام. وأنا لك أنا إن شاء الله أبغى أختم القرآن 3 مرات وإن شاء الله التراويح ما نبتلك ولا ركعة وقيام إن شاء الله بشهر العشر الأواخر بقى. إن شاء الله إن شاء الله جالس زين. شو جابكم أنتم هنا؟ ما شاء الله. شو ما كيفكم بعد انتظار رمضان؟ والله لو رمضان مو بكره اشهد الطعام رمضان قل طعام بس قل بدي يا حرام رمضان ايش الايام؟ كم قريت من جزء من القران؟ 10 أجزاء ما شاء الله من بيك تقراها انا ما انا بادي الا باتر الله يعينك اقول اسمع يا احمد لازم تشد على نفسك برمضان تشد الهمه ترى الايام تاركه ايوه اسمع يا حبيبي شوف بقى 20 يوم الله انا بختمه 3 مرات يا حبيبي 3 مرات ان شاء الله الله يرحم الحال تغيرت حال الناس هالحين من اول رمضان شهر عباده وشهر عتق من النيران والواحد يجتهد من صبحه لليله بالليل طاعه للرحمن وبالنهار دورة عيشه وحر وكدر لكن الواحد يعصب بطنه ويعصب راسه ويتجدع يمين يشار يتلهله لمن يقضي نهاره لكن الحين ما غير طول عمر الواحد سرش اذا تقصى عليها القملة من العافية ولا جيت بالعصر رمضان قرا له وجهين قال ومليت أبروح أرقد ولا صلت تراويح ركعتين أو ركعة قام وطلع متنسبل وراح لما الاستراحي وقام يحش ويتكلم على الرجاجي هذا قال وهذا سوى وهذا قال وهذا فعل ويقضي نهاره نوم وليله غيبة بخلق الله العشر الأواخر يا ناس عظيمة فيها ليلة القدر خير من 1000 شهر بهذا 20 يوم وناس هفلحوا اختموا على عطاء مرة مرتين وناس اللي عين ما ختموا ولا مرة يا عام العشر الأواخر إنا أنزلناه في ليلة القدر قال صلى الله عليه وسلم في الوتر 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 فلازم يا جماعة الخير نتدارك في العشرة هنجيب قلبي ربع وشرنانه ادعوه ما اشبه خلقانه
يا والله بكل تيسي شاريني خلف الله. نبروح لاجتماع حميدان والجيب خربان، نبروح للي عندهم قروب ما غير قرق، والواحد ما يلنع قاله قللللن قللللن، ولا تجي الفائدة ما بو فائدة. جار رمضان الله يشرفه وطلع ما بهم اللي اغتنم خير إلا الله والعلم عاد، لكن الله يهدينا وإياهم ويصلحهم. يا شباب بكرة العيد احنا نتطلع له. جات رسالة. اسمع سابق يقول رصد متراؤون مساء اليوم الاربعاء هلال شوال في مناطق في عدد من مناطق المملكة بينها حوضة سدير، ويجري حاليا توثيق الشهادات في المحاكم العليا ومن ثم اعلان البيان الرسمي. انا بس عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. فادي دموعك هذه يا فادي دموع الندم، وانا انصحك وانصح جميع الناس، رب رمضان هو رب الشهور كله، ويا فادي وياي وياك ضيع صلاة الضحى وتجعل لك ورد يوم من القرآن. بعدين يا ناس هذه هي ضحايا العاب النارية. العاب النارية ذبحت عيالنا وكلت قروشنا